هؤلاء يريدون إمضاء لمرجعيتهم من إسرائيل الآن. مرجعكم القادم إسرائيلي. إن كنا أحياء سنرى الأمر بأنفسنا، ولكن إن بقيتم أنتم أحياء وأخذني الأجل، تذكروا هذه الكلمة، إن مرجعكم القادم إسرائيلي صرف، بغض النظر عن اسمه، وإن كان الاسم معروفا، المرجع الذي تم الاتفاق عليه محمد رضا السيستاني، لكن المرجع القادم إسرائيلي صرف، عدو لصاحب الزمان الصرف. تذكروا هذه الكلمة، احفظوا هذه الكلمة، مرجعكم القادم إسرائيلي صرف، عدو لصاحب الزمان صرف. والأيام بيننا.